أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة من برنامج ضد الصمت. ضد الصمت برنامج أسبوعي نطلقه بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة، ونركز من خلاله على العدالة الاجتماعية وضرورة مناهضة التمييز ضد المرأة. لا شك أن هناك اعتراف ضمني باستمرار تهميش وإقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الحياة العامة، وبالتالي هناك قصور في نيل حقوقهم المنصوص عليها في مختلف القوانين الفلسطينية والعالمية. الزواج لذوات الإعاقة إشكالية مجتمعية وليست قانونية، والواقع الفلسطيني يعكس الكثير من المصاعب والعوائق أمام زواج ذوي الإعاقة، لا سيما الفتيات اللواتي يعانين من صعوبة التقبل والعوائق المادية والعملية التي تحول دون نجاح هذه العملية. سنتحدث اليوم عن أهم العوائق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا النساء، وأيضا أكثر عن حقوق ذوات الإعاقة. بالبداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام بالاستوديو، الأخ زياد عمر وهو ناشط حقوقي رئيسي في جمعية فلسطين المكفوفين، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. والسيدة فدوى محارمة وهي مدير دائرة المؤسسات المتخصصة في الإدارة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية، أهلا وسهلا فيك معنا. وأيضا نرحب بصفية العلي وهي رئيسة مجلس الإدارة لجمعية نجوم الأمل، أهلا بك يا صفية. أهلا بكم ضيوفي الكرام. ومن هنا سأبدأ معك أخت فدوى. يعني كما نعلم جميعنا نصت المادة 22 من القانون الأساسي على حق ذوي الإعاقة في العمل وتوفير خدمات التعليم والتأمين الصحي، فهل لك أن تعرفينا على حقوقهم أكثر؟ في البداية صباح الخير لكم، صباح الخير للمشاهدين الكرام. وزارة التنمية الاجتماعية في مفهومها والكل بنعرف أنه هي تعتبر المظلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي الحاضنة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم على واجبها بالرغم من بعض القصور، يعني ولكن القصور ليس بيجي من الوزارة كوزارة أو من القائمين على الوزارة، ولكن بالشكل العام للوضع الحالي. وزارة التنمية الاجتماعية بالرغم من أنها هي الحاضنة لأنها لا تستطيع أن تقوم بكافة الأدوار لوحدها، يعني في عنا الوزارات الباقية في الحكومة مسؤولة كل على تخصصها، يعني بخصوص قضية التأمين الطبي أكيد وزارة الصحة هي المسؤولية الكاملة تتبع إلها، مسؤولية التعليم تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، موضوع المواءمات أكيد للحكم المحلي، المواصلات و إلى آخره. وكمان وزارة التنمية الاجتماعية أيضا لا تنكر بل بالعكس بتشجع موضوع التشبيك مع المؤسسات الوطنية والأهلية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، لأنه كلياتنا بنعرف بالبلد يعني إيد واحدة ما بتزقفش، المسؤولية كبيرة، الاحتياجات كثيرة بل بالعكس متزايدة تزداد مع الوضع الحالي من الأمراض من ناحية، من الحروب، من الوضع السياسي والاحتلال من ناحية أخرى، فالاحتياج بيزداد. وإذا وزارة التنمية الاجتماعية ده تحمل على عاتقها هذا فإنه حمل كبير مش رح تقدر تحمله لوحدها، وأكيد هناك مسؤولية على كل وزارة بدورها. لكن وزارة التنمية الاجتماعية واجبها كوزارة متخصصة أو حاضنة للأشخاص ذوي الإعاقة أنها تقوم بتوجيه عمل هذه المؤسسات، متابعة، يعني أنا الحاجة أكثر لدور وزارة التنمية، كنت حابة أعرف نتعرف أكثر على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بس ممكن نرجع بعد شوي لأهم الأدوار اللي بتمارسها أكيد وزارة التنمية. وهون أنتقل لأخت صفية، أهلا فيك مجددا. نسبة الإعاقة أو ذوات الإعاقة خلينا نحكي في فلسطين حوالي 93,000، وهذا يعني بشكله الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين تقريبا ما نسبته 2% من مجمل السكان، موزعين بنسبة 48% في الضفة و 52% في غزة. أبرز خلينا نحكي أشكال الإعاقة الخاصة في فلسطين ما هي؟ أول إشي مرحبا، أهلا فيكم جميعا. ثاني إشي بالنسبة لأبرز أشكال الإعاقة، الإعاقة
يعني مختلفة ومتعددة. يعني يمكن بس إحنا على بسبب وجود الاحتلال وكمان مسيرات العودة اللي صارت بغزة، كانت عندنا ارتفاع أعداد الإعاقات الحركية أكثر بالنسبة للإعاقات الثانية. لكن كل إعاقة للأسف يعني في إلها تحديات بتخصها، تحديات يعني كبيرة بتعاني منها، لأنه كمان إحنا بنعيش في دولة بنقول عنها دولة. يعني أنا ما لا أعتبر إنه إحنا بنعيش في دولة، لأنه للأسف الدولة لما ما بتحترم ولا تدعم حقوق الأشخاص، ما بتحترم أفرادها، إذا هاي مش دولة. ما كان للأسف القوانين اللي عنا، في أنا بسمع كتير في قوانين، قانون العمل وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بيقولوا في نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة 0%، لكن وين الإجراءات، وين التدابير اللي أخذت عشان تتنفذ هاي النسبة؟ في عندنا قوانين كتيرة، لكن للأسف ما في عندنا لا إجراءات ولا تطبيق لهاي القوانين. وين السياسات اللي وضعت إنها تكون كمان بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة؟ للأسف كل القوانين الموجودة عندنا غير حساسة للنساء ذوات الإعاقة. يعني مثلا أنا بدي أقول كمان عن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هو قانون 4999. هذا القانون للأسف ما حكى عن النساء ذوات الإعاقة، ما كان حساس أصلا لمتطلبات واحتياجات النساء ذوات الإعاقة. يعني فيهن مثل الزواج، مثل العمل، بالنسبة للزواج وبالنسبة لأمور كثيرة. كمان حتى إنه اعترفوا إنه يعني في أسر كثيرة موجودة عندنا في عندها شاب وبنت من ذوي الإعاقة، بتلاقيهم اهتموا بالشاب، علموه، حتى طلعوا له هوية وشهادة ميلاد البنت. البنت ما اعترفوا فيها، لأنه إذا عرفوا الناس إنه في أنت عندك بنت ذوي إعاقة، إذا خواتها الثانيين ما بتجوزوا. أخ زياد أهلا بك من جديد. حق المرأة في العمل كيف ضمنته المنظومة القانونية ومنظومة حقوق الإنسان، وشو هو الحق في الزواج المرتبط أيضا بذوي الإعاقة، كيف ضمنته المنظومة القانونية الفلسطينية؟ يعني هم قضيتين منفصلات بس في نفس الوقت مرتبطات بصفتهما، يعني حقوق أصيلة للإنسان. حقوق الإنسان لا تميز بين الرجل والمرأة من ناحية نصوصها، فالحق في العمل هو مكفول للأشخاص ذوي الإعاقة الذكور كما هو الحال بالنسبة للنساء. يعني ما بقدر أحكي إنه الأشخاص ذوي الإعاقة الذكور لهم حق في العمل والنساء ما لهمش. هلا كيف كفلته القوانين الفلسطينية؟ القوانين الفلسطينية تحدثت عنه حديثا إنشائيا غير قابل للتنفيذ بالأوضاع أو الحالية اللي بتغيب فيها الإرادة السياسية الفعلية للتوظيف. عندها بنقسم لشقين، الشق الأول مسؤولة عنه وزارة العمل، وهي المادة 13 اللي حكت أنه الدولة مسؤولة عن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع بنسبة 5%، وهذا يشمل الذكور والإناث. وهذا معناته أنه الدولة عليها حسب ما هو منصوص في قانون العمل في المواد الأخيرة إيجاد اللوائح والأنظمة التي تنظم عملية التشغيل. ولكن سبحان الله المادة 13 من قانون العمل من دون مواد القانون كلها ملهاش لائحة، ووزارة العمل بتشتغل على الموضوع ومش جاي في مخها أو في ذهنها أو في تفكيرها تسوي لائحة. أو اللائحة صفحتين أو صفحة واحدة أو نص صفحة حسب شطارة الدائرة القانونية أو توجهها، والوزير بيوقعها بوديها لمجلس الوزراء وخلصنا أعطوا رحمك الله. بس هم مش عاملين هاي الشغلة، ليش؟ لأنه فيش إرادة سياسية فعلية. لو في إرادة سياسية فعلية، عملية إصدار لائحة تنفيذية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم النساء
بتكون كثير سهلة. طيب بالنسبة للزواج، بالنسبة للزواج تفضل. الزواج إنه هي مسألة أكثر اجتماعية وإلها علاقة بالوعي والثقافة المجتمعية والمنظور الاجتماعي بالضبط. طبعا وإلها علاقة بعدة عناصر. العنصر الأول إنه الأهل. بس خلينا قبل ما نحكي المنظور الاجتماعي بالقانون، هل هناك ما يكفل زواج الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا النساء؟ النساء في في القانون لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع إطلاقا حق النساء ذوات النساء ذوات الإعاقة من ممارسة حقهن في الزواج. وهناك ما يشجع أيضا إنه الأسرة مثلا في خلينا نحكي في المادة رقم 6 مثلا في الاتفاقية الدولية بتحكي إنه الدول تعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة تحديدا، وبتعترف بالقصور الذي يعتري تنفيذ حقوق الإنسان للنساء ذوات الإعاقة. وفي البند الثاني من المادة هاي بيحكوا بكل بساطة إنه الدولة عليها اتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن حصول على حقوقهم. نعم. وهذا يضمن التوعية ويضمن تمكين النساء أنفسهن. يعني أنا بفكر إنه الأم والأب ضروري يربوا أولادهم وبناتهم على حد سواء، على فكرة الاعتزاز بالنفس ومفهوم الذات المرتفع والثقة بالذات. نعم. والتعليم عشان يكونوا مؤهلين للحياة بما في ذلك الزواج. بس تمام. إذا الأهل قصروا في عملية أو ميزوا بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث ولم يجدوا من يوعيهم أو من يحاسبهم على تقصيرهم، فهذا تقصير يعتبر من الدولة بشكل أو بآخر. وبحكيش الدولة بس عن الحكومة، أنا بحكي عن الدولة بمكوناتها، الشعب والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية وكل هذه المنظومة. إذن خلينا نحكي ما يمنع هو العوائق الاجتماعية في القانون، ليس ما يمنع تأثيرا. طيب. نعم صحيح. خلينا إحنا سألنا الشارع الفلسطيني لا ما مش مناسبة يعني كثير، يعني هل في اهتمام كان في الفترة الأخيرة إذا لاحظت صار في مواقف اهتمامات في الأماكن العامة في الساحات، صار في تخصيص لمواقف مثلا بالذات بتشوفها مثلا لأشخاص ذو الإعاقة؟ أنا بحط المسؤولية بصراحة بداية على البلديات، بلدية كل بلد هي اللي المفروض تكون مسؤولة عن تنظيم هاي الأمور وإنها تحط لها قوانين. ولا أي متطلب من متطلبات المعاقين حركيا موجودة في مدينة رمز. ذوي الإعاقة برضو إنسانة يعني. صحيح. إذا صفت في شروط القبول ما بين الفريقين لا عادي. اشتغلنا في مدرسة تابعة لوزارة التربية عشان أصبت في العين اليسار واليمين نهائيا من الناحية الشبكية، وجهوا كتاب وإنذار وفصلوني وأخرجوني من العمل لأني أصبحت غير لائق للعمل. عندي إعاقة بس بساعدني بتطلع صرية، ولا واحد بساعدني مرة، بحس بوجع في جاية وفي زي برضه إذا من هموز عني برضه يوم بدفع عقمت شكل من هذا الركب بدفع. يعني البشر إحنا مش عارفين نمشي، مش إنه تعين الإعاقة إنهم يقدروا يمشوا، سيارات وناس وأزمة وعالطرقات بيكونوا حاطين بسطات وأشياء لا مش ملائمة طبعاً. تعتمد حسب الإعاقة وقديش درجتها في الآخر، يعني هذا هو موضوع شخصي وبيختلف من يعني من شخص لآخر، لكن هي الفكرة إنه يعني في معايير عند كل شخص بتختلف من حدا لحدا. يعني وسط البلد لا أبداً مش ملائمة لهم بتاتاً. والله المفترض هذا شغل البلدية، المفترض بتكون من أهم الشروط للبناء لعمليات البناء ولتخطيط الشوارع اللي هي إنك تعطي حيز وهامش للإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم يقدروا يتحركوا. أنا ما عندي أي مشكلة بالزواج من بذوي الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة أبدا، هذا إشي ما بعيب ولا بأثر ولا له أي تأثير. بواجه كتير كتير كتير، بواجه كتير خاصة إيدي وإجري يعني وكل إشي. الشاب هذا الثاني، الشاب هذا عنده إعاقة كتير، عنده إعاقة مسكين يعني بيشتغل برضه على العرباي، يعني فيش حد مطلع علينا ولا حدا أهلنا ولا من هالناس.
أهلا بكم من جديد. كما شاهدنا إذن واستمعنا إلى آراء الناس ومنهم أشخاص ذوي الإعاقة. بدي أخذ رأيك أخت فدوى باللي سمعنا بالاستطلاع، تلقي لنا عليه. يعني الواقع مؤلم، واقع مريع. نعم صحيح، ملاحظ أنه دائما الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الفقراء يعني، أو يعني المحتاجين أو المهمشين. إحنا كما لا أكيد الإعاقة متوزعة يعني بين الفقير والغني، لكن الغني بتلاقي مين يسأل عنه، مين يقدم له التأهيل، يقدم له الأجهزة، يقدم له الدعم المالي النفسي، الأسرة إذا كانت عندها وعي أكيد. بس زي ما حكيتي أنت الفقراء لأنهم هم أصلا بيفتقروا لكل شيء، يعني الإمكانيات والاحتياجات الأساسية في الأسرة يا دوب بتوفرها الأسرة. فما ذلك أنه الشخص ذوي الإعاقة بحاجة إلى أكثر، بحاجة إلى عناية طبية، بحاجة إلى أجهزة مساعدة، بحاجة كل شيء بحاجة أكثر. فالأسرة بحد ذاتها كونها فقيرة بنلاحظ أنه كمان في اضطهاد للأشخاص ذوي الإعاقة. كمان بنلاحظ من الشارع الفلسطيني، يعني مع الاحترام للي كل اللي حكوا، بعض المصطلحات اللي بنستعملها، يعني لمجرد أنه نستخدم مصطلح ضعيف زي مسكين أو هذه كمان شيء من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم تتغير هاي المفاهيم، تتغير هاي المصطلحات، يكون في توعية أكثر. بالرغم من أنه كان في شغل كبير في المراحل على تغيير هذه المصطلحات، إلا أنه الثقافة السائدة اللي عندنا. طب في استهداف للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة نحو تعزيز الوعي ونحو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والزواج؟ هل في هناك عمل حقيقي تجاه هذا الموضوع؟ يعني وزارة التنمية الاجتماعية هدف من أهدافها، والهدف الثاني من أهدافها هي تمكين وتأهيل وحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فئات المهمش والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وزارة التنمية الاجتماعية بتقوم بعملها، وبتوقع يمكن لو بعض رفع الوعي يعني أهم. نعم إحنا اشتغلنا، وهي الأخ زياد بيشهد معي إنه إحنا اشتغلنا كثير في موضوع التوعية. المؤسسات الأهلية والهاي بتقوم بالتوعية، بس إحنا للأسف الأهل قد ما بنوعي بنضل نستخدم لغة الشارع واللغة الأصلية واللغة البسيطة واللي بنحكي عنها اللهجة الفلسطينية و لا ننكر إنه في درجة معينة من الناس بتستوعب، بدأت تتفكر أبسط المفاهيم. وزارة التنمية الاجتماعية إحنا طول عمرنا بنعرف إنها وزارة الشؤون الاجتماعية، صحيح، بالرغم أنها تغيرت المستوى، برضو وزارة التنمية الاجتماعية نهجها وخطتها تغير من موضوع الرعاية ومن موضوع الإغاثة إلى موضوع الحقوق، إلا أنه ما زالوا بيسألوا وزارة التنمية الاجتماعية أنه مسؤوليتها فقط طحين سكر المبلغ المالي اللي بناخده. وزارة التنمية الاجتماعية غيرت توعية تمكين بناء تبحث عن الحقوق تنمية. بتبحث عن التمكين، بتبحث عن الحماية، بتبحث عن تطوير، بتبحث عن تمكين الأسرة. رح أجي على موضوع التمكين تحديدا، التمكين الاقتصادي معك للأشخاص ذوي الإعاقة، بس أنت خلي أخت صفية وتحكي لنا عن أبرز المعيقات اللي بتتعرض لها النساء تحديدا ذوات الإعاقة فيما يخص الحق في العمل والزواج. أول إشي يعني بالنسبة للحق في العمل، أنا زي ما قلت لك يعني إنه تطبيق القانون بنسبة 5% ما في تطبيق، لأنه أصلا ما في سياسات ولا تدابير ولا إجراءات اتخذت عشان نطبق هذا القانون. يعني وكمان أنا عم بسمع كتير وزارة بتقول إحنا طبقنا هاي 5%، صحيح. بروح بطلع على 5% بلاقيهم كلهم ذكور ما في إناث. ليش؟ لأنه أصلا دائما يعني حتى بتطلعوا على إنه الفتاة ذات الإعاقة لسه كمان يعني الشابها ممكن إنه يطلع منه إشي، نعم هاي البنت عندها إعاقة إذا هاي ما بتقدر تعمل إشي، كأنه حتى الإعاقة بتختلف بين الشاب والبنت. أيوة يعني هاي البنت نهائيا خلص ما في عندها إمكانيات إنها تعمل ولا تقوم بواجبها. هذا شفتيك يعني كشهادة عيان كنت أيضا يعني يمكن أنا بدي أقول لك يمكن أنا تجربة شخصية صارت معي ب99 لما تخرجت من الجامعة. تفضلي، بحب أسمع. ورحت وقدمت ورائي لوزارة التربية والتعليم واتصلوا فيي قالوا لي تعالي في عندك تعالي عندنا بكرة في عندك مقابلة. لما رحت وقفت كنت أياميها لسه على كذات بتخيل والله ما بنساها ذاك الموقف. وقفت ربع ساعة على باب
غرفة الموظف اللي حكى معي ما حكاش معي، يطلع علي من فوق لتحت ما حكى معي. بعدين قلت له عفوا يعني انتم امبارح حكيتوا معي، قلت له اجي. اللي هو بيقول لي مين اللي حكى معك، مين انت؟ قلت له انا اسمي صفية العلي، وانتوا اتصلتوا علي وقلت له تعالي. قال احنا لو بتعرف انك هيك ما اتصلنا عليك. شوفي تخيلي تخيلي اذا هيك موظف في وزارة التربية في مديرية التربية والتعليم بحكي تربية وتعليم كمان يعني. فطبعا من يعني وانا بعدها قدمت لاكثر من مجال بصراحة وظيفة حكومية، فما ما كنتش ما توظفتش، لكن بال 2009 تعرفت على جمعية نجوم الأمل كانت بدايتها، وأخذت دورات تدريبية عندهم وتوظفت كموظفة بال 2010 ولل 2014. بال 2014 اخترت إني أترك وظيفتي أستقيل أكون في مجلس إدارة جمعية نجوم الأمل عشان إني أقدر أساعد بقية الصبايا اللي كل الاحترام. كل الاحترام يعني رائع. أنا كنت بدي أسمع كمان بالزواج يعني المعيقات اللي بتواجهكم في الزواج. معيقات يعني يمكن أكثر إشي زي ما قلنا إنه القوانين ما تمنع، لكن المنظور الاجتماعي القواني ايوه بس نعم. ايش النظره المجتمعيه يعني انا يمكن بحكي لك عن صبيه عندنا من الفتيات ذوات الاعاقه في جمعيه نجوم الامل. هلا هي هاي الصبيه درست وكان وهي على عكازات وخلصت معهد من دار المعلمات. بعد هيك لما اجى يتقدم لها شاب فأهلها يعني شوف أهلها استحسنوا قالوا إيه أنت كيف بدك تتزوج وكيف بدك يكون عندك بيت؟ قالت لهم ليش شو بنعني يعني أنا بقدر أعمل كل شيء. هون بنحكي عن زرع الثقة كمان هاي زرع الثقة. فقالوا لها يعني جاوبوها بالحرف الواحد اخفتها يعني أنت. قالت لهم أول إشي بدي أشوف الشاب أتعرف عليه شو في عنده مؤهلات إني بقدر أتفهم أنا وياه. قالوا لها يعني أنت مش معارضة الفكرة؟ قالت لهم لا ليش أعارض يعني أنا بقدر، فبس أول إشي لازم أشوف الشاب وأتعرف عليه. وبالفعل لما شافته وهلأ هي عندها ما شاء الله يعني ما شاء الله أربع أطفال يعني أربع كبار يعني هلا صاروا طبعا. فلذلك يعني إحنا بنقول هي النظرة صحيح بس النظرة المجتمعية. وكمان مش كل الفتيات اللي عندهم إعاقة متفاهمين وبيعرفوا حقوقهم يعني يمكن هاي لأنه هاي الصبية لأنه شوي واعية وبتعرف ايش هي بتقدر تعمل وشو، فوقفت لاهلها. بس صبايا تاني يعني هذا مهم الحكي اللي حكت لنا يا اختنا صفيه يعني اخ زياد. خلينا نحكي انه غالبا ما تكون عوائق الزواج مختلفه للفتيات، فالكثير منهن غالبا ما يكون حبيسات البيوت يعني، وهذا بسبب الاهل خوفا من تاثيرهم سلبا على فرص زواج شقيقاتهم زي ما ذكرنا قبل شوي. شو رأيك بهذه الظاهرة؟ بحب نعرف. شوفي أنا بدي أحكي في الموضوع من عدة زوايا. الزاوية الأولى اللي هي الثقافة العامة السائدة اللي بأثر فيها الإعلام بشكل كبير. كل الدعايات اللي بنشوفها على التلفزيونات وفي مراكز في وسائل التواصل الاجتماعي وفي إلها علاقة بالستاتيك يعني المشهد الكمالي للمرأة اللي هي طولها مش عارف قديش وعنيها كيف شكلهم وجسمها اللي بيزرعوها بعقول الناس هذا هو الشكل المثالي للمرأة. زراعتها ثقافة الرأسمالية والابتذال لفكرة الإنسان. وهذه مسألة خطيرة جدا على مستوى العالم بيعانوا منها مش بس عندنا في فلسطين وبيعانوش منها النساء ذوات الإعاقة لحالهم. معظم النساء اللي حسب المفهوم هذا أو
حسب هذا المقياس اللي جمالهم متواضع ما بيروحوا يفكروا في المرأة أو في الرجل أو في الإنسان خلينا أسميه اللي عقله جميل اللي مؤهلاته جميل اللي أخلاقه جميلة. بعتبر أنه الجسم شعر العينين الباقي أجزاء الجسم هي الجميلة اللي بناء عليها أنا بقرر أتزوج، وهذا فشل ذريع أخلاقي للبشرية والإنسانية جمعاء. هذا جانب. جانب الآخر، فرص النساء ذوات الإعاقة المتميزات أخلاقيا وتأهيليا وحتى أقول على المستوى المعرفي والثقافي، والمتميزات في أدائهم والمتميزات في مهنهم وأعمالهم، عندهم فرص ضئيلة في الاحتكاك للاحتكاك في المجتمع. ليش؟ إذا طلعت على الشارع وراحت تشتري إيش من الصيدلية بدها أربعة يطلعوها الدرجة وأربعة ينزلوها الدرجة. إذا دخلت على الصيدلية، إذا طلعت بالسيارة، عدم الموائمة بتحد من قدرتهم. ليش؟ بدهم يحموا حالهم من الإحراج، من الإحراج، مش من بس من الإحراج، كمان من نظرة الشفقة وكلمات السيئة اللي بتلقوها الناس، يا حرام مسكين عاجز مش عارف عاجز يساعدوها. بدهم يحموا حالها فبيضطروا يمكثوا في البيوت أكثر. وإذا كانوا يتميزون بالشجاعة وطلعوا على المجتمع على الشارع فبضلهم يسمعوا الكلام السيء، الكلام غير المقنع، الكلام اللي بمس يعني داخلهم بشكل كرامتهم بشكل، فبالتالي بفضلوا الانعزال. هلا لما بنشوف إنسان عنده القوة والقدرة بروح في حصل عدة وعشرات من حالات الزواج الناجحة جدا، نساء ذوات صعوبات بصرية، نساء من الصم. أنا بعرف حدا من الصم اللي مرتين تزوجت وثم انفصلت عن زوجها، هي طلبت لأنه زوجها اعتبرته إن اكتشفت أنه مش ملاقي وتزوجت مرة أخرى. وفي نساء ذوات إعاقة استخدموا كراسي متحركة، تزوجوا وخلفوا عندهم أولاد وربوا أجيال وأطباء ومحامين أولادهم. وفي نساء من الكفيفات برضو تزوجوا وإلى آخره. المشكلة مش بس أنا بلاحظ في الزواج إنهم بتزوجوا من بعض، يعني لا يعني اطلقاً. أنا في بلاحظ مثلا، هل هذا كمان له علاقة بالمنظور إنه إذا هي كانت من ذوات الإعاقة البصرية ممكن تتزوج شخص من ذوي الإعاقة الحركية؟ في منه، بس هذا جانب شخصي جدا جدا جدا. يعني إذا أنا وقعت في حب وحدي عندها مثلا، أو في علاقة عاطفية مع وحدة عندها شو ما كان شكلها أنا، أو عندها مكان صعوبات مثلا حركية بصرية، لها ما في إشي بيمنعني. بس في ناس تانيين لا يجرؤ لأنه بخاف إنه أنا بعرف شاب وصبية اثنين مكوفين متزوجين وناجحين بحياتهم، واثنين بيشتغلوا واثنين موظفين وعندهم أطفال وحياتهم رائعة جدا. وبعرف في ناس اثنين بشوفوا اثنين بتقدر تقول عنهم من المقاييس الجمال العالمية والتعليم وفاشلين بحياتهم الزوجية. قصة النجاح ملهاش علاقة بإنه أنا عندي إعاقة أو عندي خلل جسماني معين أو خلل وظيفي في أعضاء الجسم، لها علاقة بالثقافة التي كرست. أنا بعرف صبية، بس هاي النقطة كثير مهمة. صبية أكثر من مرة إجا حدا يطلبها وأهلها رافضين يزوجوها لأنها بتشوفش، وبعتبروا أهلها أنه هذا خطورة عالية جدا على سمعة الأسرة إذا هاي فشلت في أنها تطبخ أو تنظف أو إلى آخره. مش فاهمين أنه القضية لها علاقة بأنه كيف هم يدعموها ويتعاونوا معها، هي وهم والزوج وهي وأهل الزوج يتعاونوا معا عشان دائما المسؤولية أسرة عليها، هي بحملوها هي المسؤولية. بس في الظروف العامة أنه لما يتزوج اثنين سواء ما عندهم مش غالبا ما عندهم مش إعاقات، الأسرتين بوقفوا يدعموهم، وإذا صار عندهم خلاف بدعموهم. طب ليش في هاي الحالة اللي في وحدة أو واحد عنده صعوبة ما، أنتوا بتفكروش وبتخططوش كيف تتعاونوا معهم عشان تنجح حياتهم وأسرتهم، وبنسوا أنه الحق للبنت زيها زي الشاب في قضاء أغراضها من الزواج. هذه مسألة بيفكروش فيها، يعني بيعتبروا أنه سقطت عنها في الكثير من الأحيان، مش دائما. في ناس رائعين جدا، في ناس عندهم أطفال شباب ذوي صعوبات عقلية وسعوا زوجوهم. طيب نحكي عن التمكين الاقتصادي شوي أخت فدوى. الوضع المالي، الفقر والتهميش اللي بتعرض له ذوي الإعاقة ممكن أنه يعيق عملية الزواج كمان، يعني من حيث قلة الإمكانيات والموارد اللي بتمتعوا فيها، وبيعتمد جزء كبير منهم على الشؤون الاجتماعية، وانت بتعرفي أو يعني في عندكم في الوزارة، فكيف ممكن تمكينهم اقتصاديا في هذا الاتجاه؟ عنديش أظن أحكي وزارة التنمية الاجتماعية، بلاش الأخوان يفكرونا متحيزين، بس أكن أنا بحكي بوزارة. لا ما أنا بسألك عن وزارة التنمية الاجتماعية. نعم بحكي بصوتها. وزارة التنمية الاجتماعية
هدف من أهدافها زي ما حكينا إنه موضوع التمكين والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بدناش نقول بشكل خاص عشان ما نعمل تمييز، إنما في لهم أهمية كمان، يعني إحنا بنراعي الجندر في الموضوع. لو بدنا نروح لوزارة التنمية الاجتماعية من الطفولة أكيد في مراحل الدراسة، عملية الدراسة في متابعة من مرشدي الميدان للصبايا وللبنات اللي بيكونوا في المدارس حتى يعملوا على دمجهم في المدارس. في عنا مراكز للتدريب المهني خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، يعني عندي مركزين، في مركز الشيخة فاطمة في الخليل في بيت أمر، وفي عندي مركز الشيخة فاطمة خليفة في نابلس. هاي مراكز خاصة تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، بتعمل على تأهيل حوالي 7 مهن في كل مركز، ويمكن مركز الشيخة فاطمة 9 مثلا. على سبيل المثال لو بدنا نحكي خلال العام الدراسي 2021 مركز الشيخة فاطمة 49 طالب، في منهم 23 طالب أنثى. في عندي مركز الشيخ خليفة في نابلس، في عندي العدد 43 طالب، في منهم 27 أنثى. طب شو عملية يعني التأهيل بتشمل في هاي المراكز؟ العملية أكثر من نص إناث بالرغم مش في ما في تمييز. عملية التأهيل شو بتشمل في هاي المراكز؟ عملية التأهيل هي عملية تأهيل بمهن. طبعاً في إلها اعتبارات إنها تنطبق مهاراتها إمكانياتها مع المهنة بس، لكن إحنا في عنا مهن متخصصة في النساء اللي هي المعروفة إنها كوافير الشعر، في الخياطة، في فن التفصيل، في عنا الحاسوب. هذه بتمكنها لمهنة تعتمد فيها على حياتها، تمكنها اقتصاديا على الأقل إنها تكون في عندها مهنة. في حال تم تشغيلها وإدماجها في المجتمع، طبعا هذا إحدى أهداف المراكز التنين إنها تعمل على تشغيل كمان، يعني بعد التأهيل بتلاقوا لهم كمان فرص للتشغيل. فرص للتشغيل، وفي بعضهم بيحبوا يعملوا مجهود شخصي اللي هو مشروع خاص، شغله الخاص. أيضا في عنا برنامج موازي. عندهم مهارات جدا. أنا زرت عدة مراكز في القدس تحديدا، مهاراتهم فيها تفوق بشكل عجيب. يعني صراحة اليدوية، الحرف اليدوية، الخزف، كل هاي الأمور يعني في إبداع، في إبداع. في شيء موازي لعملية التمكين هاي، وهي عملية في عنا برنامج كان زمان ممنوح من الهلال الأحمر الإماراتي، مشاريع تمكين اقتصادية شخصية. بديش أحكي فيه لأنه طويل، بس حاليا لأنه صار في بعض المعضلات من عمليات تحويل والمسار وإلى آخره، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية على إدارة المشروع. رح خلال بس الثلاث سنين الجايين رح تمكننا بحوالي 90 مشروع كان فيها تخصيص للفئات المهمشة من النساء واللي في القرى المهمشة أو القريبة من الجدار و هاي عملية تمكين. في عملية تمكين كمان عندنا الطلاب في المراحل العالية مثلا العاشر والحداش والسنة الأولى من التوجيه للإعاقات البصرية، إحنا بنقدم لابتوب ناطق عشان نمكنهم في المدرسة، لأنه بعض الأسر زي ما حكيتي فيش عندهم إمكانية أنهم يشتروا هاي الأجهزة المساعدة. طبعا أنا بحكي في هاي الفترة لأنه الفترة الأصغر بكونوا في المؤسسات المتخصصة. في عنا أكثر من مؤسسة مثلا مدرسة الشروق، مدرسة الكفيف في الخليل، بأهلهم لسن معينة، لما يتم دمجهم في المدارس بتكون الأسر مش ما عندها إمكانية تشتري لها بعض الوسائل التعليمية مثل اللابتوب الناطق. يعني خلال الشهر الماضي بس كان عندنا توزيع ل 43 جهاز ناطق منهم 16 إناث. تمام. طيب أخت صفية كمان مرة، يعني هل النساء ذوات الإعاقة نفسهم، النساء ذوات الإعاقة لديهن الوعي الكافي حول ماهية خدمات الحماية المقدمة لهن في سوق العمل، بالتالي الاستفادة منها والتصدي للعنف اللي يمكن أن يقع عليهن ومواجهة التهميش والإقصاء؟ يعني إحنا مثلا عندنا في المجتمع مشكلة أحيانا الأشخاص أصحاب فئة معينة بيكونوش عندهم الوعي الكافي لحقوقهم في المجتمع. يعني أنا عشان نكون واقعيين، يعني أنا بدي أقول لك إنه في حوالي نسبة النساء ذوات الإعاقة اللي عندهم وعي بكافة حقوقهم وحقهم في العمل وكيف إنهم يقدروا يحافظوا على
حالهم ويحموا حالهم من التحرش ومن العنف اللي ممكن يتعرضوا له في العمل. يعني بدي اقول لك انه هاي النسبة ضئيلة شوي، لانه كمان في قصور عندنا في نشر الوعي، في نشر الوعي من المؤسسات الاهلية كمان من مؤسسات الحكومية. انا معي يكونوا في منهج التعليم، يعني انا معي من الصف الاول يبلشوا مع الطلاب في المدارس، وهذا جهد لازم تبذل وزارة التربية لما الاطفال بينشأوا على هذا الموضوع. في إشكالية معناته تفضلي اختي في هلا بنحكي. يعني التوعية كثير مهمة، يعني يمكن بدي اقول لك انه احنا في جمعية نجوم الامل من حوالي 7 سنين نعم بنجيب مشروع توظيف مؤقت للنساء ذوات الإعاقة، لكن إحنا قبل ما نوظفهم بأي وظيفة لازم نعطيهم تدريب حول حقوقهم. حلو. كيف أنتوا تطالبوا في هاي الحقوق؟ طبعاً. كيف تحموا حالكم؟ أنتوا شو الحق اللي لكم بالعمل؟ شو اللي لازم شو بكفل لكم بالعمل يوفر لكم؟ كيف أنتوا لازم تتعاملوا مع، فإحنا نعطيهم هذا التدريب، بنأهلهم كيف يدخلوا على سوق العمل، وبعد هيك بنقولهم اختاروا أي مكان عمل بيناسب قدراتكم وبيناسب إمكانياتكم مثلاً. ويعني يمكن إحنا كمان بنحكي على إنه ما في عنا موائمة، يعني كثير من صبايا بحبوا انهم يلاقوا مكان عمل قريب على بيوتهم حتى انهم ما يضطروا يستخدموا مواصلات، لانه في صعوبة. صحيح. ما في عندنا مواصلات موائمة، وحتى واذا انا بدي اركب بتاكسي بدي ادفع تكلفة عالية، فلذلك كل راتبها بدي يروح على المواصلات. صحيح. المواصلات. طيب يعني هون نعم. فهون التمكين كثير مهم، زي ما قلت لك يعني يمكن احنا لانه الجمعية الوحيدة بفلسطين اللي بتعنى بتمكين النساء ذوات الإعاقة، احنا مش صعب علينا، صعب يعني كثير انه في خلال هاي الفترة يكون مكننا كافة النساء ذوات الإعاقة. طيب بدي أخذ تعليقك على الموضوع، وهل تراعي أصلاً المؤسسات عندنا بفلسطين موضوع الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وحتى موضوع تشغيلهم 5%؟ شوف، قضية أول شيء مفهوم ذات الإنسان يتكون من الرسائل التي يتلقاها من نفسه عن نفسه من الآخرين. فطول عمر الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الفتيات يحرام مسكين يحرام مسكين، فبكبر هو بيعتقد حاله أنه مسكين، فبالتالي بيسقط عن حاله الحق في كافة القضايا اللي للناس التانيين، وبصير هو يتعامل مع نفسه على أنه هو أقل أو أدنى من نقص. الآخرين. هذه مسألة يطول شرحها عشان الناس يفهموها بشكل معمق. ولكن في الجانب الاقتصادي، بما أن ضد الصمت أنا بقول فلسطين تفشل فشلا ذريعا في ملف الإعاقة، وخاصة التدريب المهني. يعني مركز الشيخة فاطمة والشيخ خليفة بقدموا خدمات نوعية، ولكن فشلهم الذريع وين؟ عشرات الملايين من الدولارات تصرف على أعداد قليلة جدا من المنتفعين. فأنا بإمكاني بهاي العشرات الملايين أأهل مراكز التدريب القطاع الخاص، بحيث أنه ابن الظهرية ما يضطرش يجي على بيت أمر، وابن جنين ما يجيش على نابلس، لأنه مصاريف عالية جدا والأشخاص ذوي الإعاقة أوضاعهم صعبة جدا. صحيح. وكمان بيقضوا وقت في المواصلات، وظروفهم يعني المواصلات أصلا مش موائمة. هذا جانب. الجانب الآخر أنه المهن التي توجد هي 7 مهن أو 9 مهن في أحد المراكز، يجب أن تكون موازية أو تواكب حاجة السوق. صح. المهن الحديثة، وفي بعض المهن تواكب حاجة السوق في هذه المراكز، ولكن أنا بقول أنه التخطيط لها في القطاع الخاص، حتى في مراكز التدريب المهني اللي تابع على وزارة العمل، في جزء كبير منها مش ملائم، وجزء من الموظفين اللي فيها لا يعرفوا كيف يتعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة. بعدين ليش أنا أضطر أعزل الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز تدريب مهني خاصة بهم؟ هذه المراكز التدريب المهني الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لازم إدماجهم مع كل زياد. إحنا بالنسبة للمراكز اللي عندنا، أنت عارف إنه هي مش معزولة، حكينا عن 23 شخص من أصل عشرات الآلاف
بحاجة لتدريب مهني في الخليل في عنا خلل. أكيد بس إمكانيات المركز يعني غير كافية. إمكانيات المركز نعم. إمكانيات المركز برضو إمكانيات المواد الخام. أنا ما بدي أجيب شخص ذوي إعاقة يضل قاعد في المركز محسوب على المركز وما يتلقى الخدمات. عشان يعني هيك. الإمكانيات واضح أصلاً إنه هاي المراكز دعم يعني مش من ميزانية الدولة حتى ما وصلنا لمرحلة إنه تكون من ميزانية الحكومة. باختلفناش يعني إحنا بنقارنش إنه في الخدمات العامة اللي بقدمها الدولة أنت ما بتيجي تدرس جدوى اقتصادية في هيك قضية. هو عشان هيك أنا ببحكي إنه مراكز هاي يجب أن تكون حسب القانون للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة اللي بيقدروش ينخرطوا في سوق العمل ولا في سوق التدريب المهني. بعدين شو المشكلة أنا أتعاقد مع مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص اللي موجودة في كل قرية ومدينة فلسطينية تقريبا أعداد لا بأس بها وهي فيها خدمات متطورة أطورها وأشتري منها خدمة التدريب المهني بالبضعة ملايين اللي أنا بصرفها على مركزين فقط في وزارة التنمية الاجتماعية بقدر أقدم خدمات لأعداد أضعاف أضعاف من الناس الموجودين. طيب. وهذا اقتراح قدم للوزارة وما اشتغلتوش بس الموائمة بدك تحكي على الموائمة. الموائمة للأسف لها علاقة بالإرادة السياسية وبدي أحكي لك قصة بسيطة جدا. في 2010 كان يخطط في وزارة الأشغال وبقدار وفي الدولة لبناء مجمع الوزارات. نعم. فأنا رحت كتبت مقال في الجريدة ورفعت رسالة لدكتور محمد الشتلي في بقدار في وزارة الأشغال عشان يكون هذا المجمع ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. ماشي. بعد 10 سنوات في 2019 كنت بشتغل في وزارة التنمية الاجتماعية انتقلنا لهذا المجمع. كيف وضعه؟ واكتشفت أنه ولا طابق ولا وزارة فيها حمام يمكن للأشخاص اللي بيستخدموا كراسي متحركة استعماله. فرحت نشرت المقال من جديد. نشرت المقال من جديد وحطيت عليه تعليق إن لليوم مؤسساتنا الرسمية لسه غير موائمة. هذا أمر جدا. لا هو موائمة جزئيا بصراحة يعني الأسانسيرات موائمة للأشخاص الموقوفين للأشخاص ذوي العقل. بس الخدمات يعني لما بدك بس حمام بس تدخل على العمارة بدك تقدر تروح على الحمام أو تشتغل فيها وما تقدرش تروح على الحمام. بس شو اللي صار؟ انه اعدت نشر المقال وكتبت عليه انه هذا المقال راح للدكتور محمد شتي في 2010 وهيك. فالوزاره زعلت والرئيس الوزراء زعل وبنتيجه لذلك انا خلصوني من الشغل. اللي هاي النتيجه اللي استفدناها من كتابه المقال. ولحد الان اقول لك يعني في عندنا مشكله في البلد في موضوع المأسسة والتنظيم. انت بتعرف عندك قانون من 2000 عندك قانون من 2000 للموائمه وكل بنايه جديده يجب ان تكون موائمه. شغلوش أشخاص ذوي إعاقة ذوي خبرة في المراكز الحساسة اللي علاقة بهذه القضايا. بيعتمدوا على أشخاص عندهم نوايا طيبة وليس عندهم فكر ولا عندهم صحيح. معرفة جيدة. بالتالي يعني أنت بتلاقيش 10% من الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال إعاقة في كل الوزارات عندهم المعرفة المهنية بهذا الموضوع. والأشخاص ذوي الإعاقة مستثنيين من المراكز الفعالة اللي لها علاقة بهذا الموضوع. حتى لو وظفوا أشخاص ذوي إعاقة بوظفوش أشخاص ذوي إعاقة من خلفية لها علاقة بحركة حقوق أشخاص ذوي أو بيعملوا عقلية الحراكيين اللي بيحكوا اللي هذا طبعا. فهذا على أي حال هو أصلا لازم يصلب أو لما نحكي لا نصمت في هذا المجال لأنه صحيح. يجب أن نقول هذا الهدف من ضد الصمت أنت أصلاً. مسؤول نعم. ويجب أن تعالج هذه القضايا بدوش فخليه هو مصاري اللي بخذهن بصف يعني انه راتبهم اللي باخذوه وبيشتغلوش شغلهم بصف راتب حرام. نعم. يعني هذا الهدف من ضد الصمت اليوم وهذا الهدف من الحديث عن يعني الحديث يطول في هذا المجال لكن المعلومات اللي سمعناها اليوم وهذا النقاش الرائع حقيقه في هذا الموضوع بدي اشكركم عليه وان شاء الله بوصل وبتوصل الرساله للاشخاص المعنيين. شكرا ضيوفي الكرام الاخت فدوى محارمه مديره دائره يعني المؤسسات من النهج هذا من ضد الصمت. نعم. انه هذا ضد الصمت دور الاعلام أكيد. المفروض أكيد. اقوى من طبعا. دور الوزارات أكيد. يعني انا كوزاره عندي رساله وزاره التربيه عندها رساله لكن هذا دور الاعلام انه ينشر هاي الدراسات ينشر هاي الرسائل ينشر التوعيه هو الاعلام بوعي المجتمع بوعي الحكومه في دورها كمان اكيد يعني كذا حدا بده يحضره كذا نعم. حدا بده يحكي له المره الجاي احضره صحيح. فانتوا دوركم كمان أكيد. يعني مش بعيد عن دور اي وزاره او دور اي الجميع. مؤسسه حكوميه فانا بشد على ايدكم ومناش صمت اكيد شكرا لك
دكتور ومحارمة، مديرة دائرة المؤسسات المتخصصة في الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية. الأخت صفية أيضا العلي رئيسة مجلس الإدارة لجمعية نجوم الأمل، شرفتينا، أهلا وسهلا. والأخ زياد عمر الناشط الحقوقي الرئيسي في جمعية فلسطين للمكفوفين، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا على المتابعة، إلى اللقاء.